السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع. وفي مزاد صفقة، كل يوم سيارة جميلة. هذه عاد من السيارات اللي أنا أستمتع فيها، موديل 98 دوج، مسجلينها في الاستمارة دوج برولر، إذا ذكرنا الاسم صحيح بالإنجليزي. عليها لوحات سعودية يا أخوان، اللي بيسأل نعم عليها لوحات سعودية هنا موجودة. الممشى 47,000. طبعا سيارة كشف، الكشف يجيكم أسود قماش، راح نوريكم الآن لون جميل، لون إيش تسمونه، لون بيربل، لون زهري، بينك، لون جميل صراحة. سيارة جميلة، الشيء الحلو إن عليها لوحات سعودية، وعارفين أنتم الموديل هذا حاليا 98 ما يدخل السعودية. عليها صدامات أمامية زي هذه، وصاحبها ذكر أنها موجودة وراح تكون موجودة عند البيع. طيب، مزاد لمدة 4 أيام في مزاد صفقة. الرجاء مشاهدة الفيديو بالكامل والاستمتاع، سواء حاب تشتري أو تزود على السيارة. أرقامنا موجودة، تتصل بعد التسجيل بإمكانك المزايدة. راح نوريكم السيارة من الاكستيرير الخارجية، نوريكم الملاحظات، نسوق السيارة، نوريكم جميع الملاحظات في السيارة. شوف الشكل الجميل، الصدامات تجي من هنا من قدام، نفس اللي ورا. في ملاحظة بسيطة هنا زي ما انتم شايفين في الكفر أو الغطاء اللي على جهة التاير اللي هنا، هذا هو، في زي الخدش بسيط هنا. سيارة جميلة جدا، واللون أجمل، لون الداخلية لون أسود. طبعا انتم عارفين دائما سيارات هذه التاير او الكفر الخلفي يجيكم والجنط اعرض من الامامي. شوف الشكل الامامي، شوف الشكل الخلفي. تجي ماكينة 6 سلندر جير اوتوماتيك 3.5 لتر، 3.5 6 سلندر تجي جير اوتوماتيك. هذه داخلية السيارة، راكبين بس يا صاحبك ولا ام العيال. إذا معك عيال لا تجيبهم مرة. طيب أوريكم داخلية السيارة من هنا، ما شاء الله تبارك الله. القزاز أوتوماتيك يطلع وينزل، راح نصور لكم الآن. لا يوجد مشاكل في الربل، ديكور الأبواب دور بانل لا يوجد مشاكل. في بعض الملاحظات هنا، اشياء بسيطة زي تبع المكيف اللي هنا يتحرك زي ما انتم شايفين، هذا هو يبغى له تثبيت. هنا الممشى بعض الاحيان ما يطلع لكم واضح، بس لما تقرب بالنور من هنا 47,136. هذه الداخلية. طيب نشغل السيارة، ما شاء الله تبارك الله. أوريكم القزاز، الثاني القزاز الثاني، ممكن من هنا ما يعمل، هذا ما يعمل من هنا، نجرب من هنا. هذا القزاز لا يعمل يا أخوان، يبغى له إصلاح من الجهتين، قزاز الراكب. طيب نشغل المكيف، هذا المكيف شغال، الرادي شغال كذلك، المكيف شغال هنا. ممكن يحتاج له فريون والله العالم، السيارة كانت واقفة بس شغالة. راح نوريكم الماكينة الآن، هذه داخلية السيارة ما شاء الله تبارك الله. تفكر الصوت من هنا خلف التركسون، هذا هو اللي هنا شوفون. طيب نوريكم الماكينة، هذه ماكينة السيارة، تجي 6 سلندر شايفين. هذا 5. راح نسوق السيارة الآن، شوفوا الفيديو بالكامل،
راح نصور لكم السيارة بالكامل صور إضافية. طيب عامر امسك هذا سوق السيارة. الآن أوريكم السقف، طريقة تكفيل السقف. الآن أوريكم إياها. هذا تشيل أول شيء هذا فوق، أوكي. أمسك من هناك، لازم اثنين تقريبا. وهذا القماش تبع السقف. شوف من قدام أول شيء هذا القماش. انتوا شايفين راح نعرض لكم الاوتوموبيل الان بعد شويه. سياره جميله صراحه. الشيء الحلو انها في السعوديه موديل 98. حاليا تدور شيء ما يدخل. شوف السقف كيف ما شاء الله تبارك الله. خذ لفه لما هناك. هذا الكشف. ما شاء الله تبارك الله. شوف الشكل كيف بس. كذلك راح نعرض لكم الاوتوموبيل هذا بعد شوية في تصوير خاص. انتظرونا خلوكم معنا. بس عامر كأنه عجبت السيارة وراح بعيد. مره ما راح قريب. راح نعرض لكم السيارة هذه بعد شوية ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. شوف الشكل بس. طيب يلا يا اخوان راح نشوفكم ان شاء الله. راح نضيف صور اضافية. السيارة راح تعرض في مزاد صفقة لمدة 4 أيام ان شاء الله. اي سؤال اي استفسار ارقامنا موجودة سواء اتصال او واتساب. ونشوفكم ان شاء الله.